توفي منذ قليل الفنان المصري أشرف صالح بعد صراح قصير مع المرض. وأعلن الفنان المصري منير مكرم وفاة الفنان أشرف صالح. وكتب الفنان منير مكرم عبر حسابه على فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان أشرف صالح، ندعو له بالرحمة والمغفرة. وأعلن الفنان المصري جمال يوسف وفاة صديقه الفنان أشرف صالح اليوم الجمعة عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك. ونشر الفنان المصري جمال يوسف صور للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: مات الفنان أشرف الطيب الجدع، مات صاحب الراجل، الله يرحمك يا أشرف. الفنان المصري أشرف صالح هو ممثل مصري كانت بداياته في فترة التسعينيات، شارك في عدد من المسلسلات والأفلام وقدم عدد كبير من الأدوار الثانوية، منها مسلسل سلسال الدم وعائلة الحاج نعمان وأبو العروسة وفرقة ناجي عطلة وأفراح إبليس وحق مشروع والجزء الثاني من مسلسل الجماعة ومسلسل ربع رومي الذي عرض في رمضان عام 2018 وأصحاب ولا بزنس والتحويلة والعصيان وغيرها الكثير من الأعمال. رحم الله الراحل وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله.